قاعد احسن من 100 واحد مع المحاضره. يسعدني طبعا ويشرفني ان انا اقدم اخويا العزيز الدكتور اسامه الشحات استشاري امراض الكلى ورئيس اسم الكلى في المستشفى العام الجديد مستشفى الدوله سابقا. هو راجل في منتهى يعني جمال، شخصيه جميله ولطيف وعنده حب العطاء. هو خد اكسبيرينس كلها في السعوديه فتعلم صح هناك، ومن ساعة ما رجع من 4 سنوات هو يعني قلع نفسه ان هو يدي خبرات للشباب اللي معاه. وبالتعاون معاه عن طريق تقارير الكوتش جروب بقى في ثمره كويسه. انا اعتقد ان كده تغيير مصاب جدا جدا بعد الحاجات اللي اسامه عملها. الاخت عزيزه الدكتوره دعاء هي بنت اخت الدكتور اسامه، لكن فعلا بروفيشنال في الثيرابيتيشن، هي معاها دكتوراه في التغذيه العلاجيه وزميلة المعهد القومي للتغذية في القاهرة. لكن أهم من حكاية الشهادات، ما احنا جبنا أساتذة قبل كده وحاجات زي كده، أهم حاجة إن هي انصهرت مع الدكتور أسامة فبقى في دويتو برزنتيشن، فعارفة إن فلورس عاوزين إيه. فبالتالي القصة إحنا بنحسها هنا، يعني مثلا ببعت مريض من مرضى الكلى لأي أستاذ ما يعرفش خبايا مرضى الكلى، بيبقى الادب بتاع الاستاذ ضعيف للغايه. لكن بيبقى الدكتور عارف ايه اللي يخص مرضى الكلى، يبقى في انسجام وتناغم مشترك. فانا متاكد يعني ان شاء الله العمل ده اللي هيتسجل ويتحط على النت هيفيد الناس كلهم لسنوات قادمه باذن الله. وعلشان ما نضيعش وقت اكتر من كده هنبدا ان شاء الله. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البدايه بشكر الدكتور حسين على الحقيقه على المجهود الرائع، والحقيقه على المجهود يشكر عليه، وربنا ان شاء الله يجازيه خير كل الخير عن المجهود ده. والحقيقه الدكتور حسين معانا في القناه الفروت جروب، انا بعتبره هو البريد والهارت، يعني هو المفكر والعقل المفكر والعقل في نفس الوقت والعقل المنفذ لقناه الفروت جروب. والحقيقه دي يعني كانت ظاهره موجوده ومستمره بقى اكثر من سنه ونص، ربنا يسر الله ان تستمر على طول لتعليم شباب الاطباء في المحافظه الغربيه والدفاع كلها. النهارده طبعا بيشرفني وجود الدكتوره دعاء معايا، والحقيقه هي بذلت مجهود كبير جدا، يعني تقريبا هي بذلت معظم المجهود وانا مجرد سبورت معاها. الفكره الاولانيه هنقسم الكلام كله لجزئين. الجزء الاول عباره عن نيوتريشنال كير فور سيستم دينال ديزيز. الجزء الثاني هنعمل ازاي نعمل دايت بلاننج للسي كي دي والهيموداياليسيس بيشن. هو البلان ان احنا ما نحطش ما نوصفش للعيان دايت. يعني البلان اللي احنا عاوزين نعرفها ازاي نقول للعيان ياكل ايه ويشرب ايه. القصه في الاول وفي الاخر هي كوبريشن بتوين تيم. من ضمن التيم ده النفرولوجيست والنيوتريشنست. احنا عاوزين نعرفكم الاوت لاينز والبورتر لاينز كلها بتتحرك فيها ازاي، وبناء عليه حضرتك هتحط الديزاين، هتحط التصميم، وتقعدي مع الدايتيشن تدوا البيت تحطوا ازاي المريض السي جي دي والهيموداياليسيس ياخد الدايت بتاعه ونحسن النيوتريشن بتاعته في الاخر. اول مرحله هنبدا في النيوتريشنال كير فور سيستم رينال ديزيز. هنعمل كوتشينير بسيط مش هنجاوب عليه. حضراتكم فوق حطوا في بالكم في الاخر خالص بعد انتهاء الطب الاولاني هنجاوب عليه. فريد كوتشر نيوتريشنال مونيتورنج ستارتد ان ستيج 1 2 3 ولا 4. Frequency of the screening for the other nutrition is screening for inpatient weekly every 2 weeks, monthly every 2 months. السؤال الثالث الانسيدنس اوف بروتين انرجي مان نيوتريشن ان سي تي دي والهيموداياليسيس كم في المية؟ من 10 ل 20، من 20 ل 40، من 35 ل 60، ولا من 60 ل 80؟ الاكشوال بودي ويت اكبر من 30% من اي بودي ويت. احنا بنستخدم بقى الستاندر بودي ويت والادجست بودي ويت بودي ماس اندكس انترميديتك ويت جين. السؤال الخامس الكلينيكال سيجنيفيكانت ويت لوس، امتى اقول ان هذا المريض حصل عنده سيجنيفيكانت ويت لوس؟ اذا فقد 5% من وزنه او اكثر وزن 1 مانس، او 5% او اكثر وزن 3 مانس، او 7.5% او اكثر وزن 1 مانس، او 10% او اكثر وزن 1 مانس. انت لغيت الجيم
general recommendation in human diets بيبقى بلس 1.5 كيلو جرام ولا بلس 2 كيلو جرام بلس 2.5 كيلو جرام بلس 3 كيلو جرام. هنبدا بقى الاوبجيكتيفز او الفيرست بارت نتكلم على الانتجريتد رينال كير. النقطه الثانيه امبورتنس اوف رينال دايت النوتريشنال كير بروسيس ستيبس اللي هم عباره عن اربع ستيبس الاسسمنت الدايجنوزيس الانترفنشن والمونيتورنج اند ايفاكويشن. اول سؤال هسأله لكم الستيجز بتاعة السي تي دي كم ستيج؟ كم؟ خمسة. خمسة. لما عملوا الستيجز بتاع السي تي دي كان ايه الهدف منها؟ ايه التارجت؟ ليه عملوهم وقالوا خمسه؟ كان ايه التارجت منها؟ كان ايه الهدف؟ كان ايه الهدف من الستيجنج؟ هم لهم لما هم عملوا ستيجنج عملوا لي ايه؟ عملوا الستيجنج ده هم خمس خمسه زي حضرتك ما قلت خمسه. كويس؟ كان في حاجه جنرال على الخمسه وحاجه سبيسيفيك لكل ستيج. كان الجنرال عباره عن ايه؟ اللي هم من تحت كنترول بروجريشن ايدنتيفاي اند كوريكت ريفرسبل فاكتور كنترول الكارديو ماسك ريسك فاكتور. دي بالنسبه للخمسه خمسه ستيج. لكن كان مهم جدا ان يتحط لكل ستيج ديبندنت اكشن. كل ستيج حضرتك لما تكون في العياده وتكتبي ستيج سي كي دي ستيج 3 سي كي دي ستيج 4 ايه الهدف؟ يبقى في بلان جوه المايند ان انا في ستيج 3 هفكر في ثلاث حاجات. اول حاجه المينرال ميتابوليزم للفوسفورس والكالسيوم والبوتاسيوم والكلام فوسفاتيز والجروب كله النيوتريشنال مونيتورنج والانيميا بالفعل. يبقى بنيجي على ستيج 3 وبنحط البلان كده جنبها 1 2 3 عشان وانا بعمل بلان العيان اعمل بلان مظبوط وما انساش حاجه. يبقى لازم نعرف ان كل ستيج في السي كي دي بيبقى لها استراتيجي مقبوله في المهام. طب ستيج 4 مثلا ايه انا بفكر في ايه في ستيج 4؟ ستيج 4 انا بفكر ان هدخل العيان على ايديوكيشن بروجرام وابدا اجهزه للرينا انفستمنت سيرم. ايضا ان هو هيعمل ترانسبلانت هيعمل بريتيفيتيف ترانسبلانت يفكر في ترانسبلانت او هيفكر في هيمو داياليسيس او بريتونيال ابدا اعمل له اورينتيشن في الاساس بتاعه. كويس؟ طيب النقطه الثانيه ان البيشنت كير في الرينا سيرفيس بيحتاج مالتي ديسيبلينري تيم. مفيش حد بيقوم بالعمل بالانفراد في الدنيا في اي نوع من انواع الاعمال. لازم التيم لازم العمل يقوم على فريق. الفريق ده في بين الكير بيتكون من ايه؟ النفرولوجيست الاكسس تيم. اكسس تيم ده سواء كان بكتيريال دارس ولا هيموداليسيس النيرسنج تيم انكلودنج الورد نيرسنج تيم اللي هم بتوع القسم الداخلي حتى الادمنستريشن لازم تكون الاداره عامله سبورت للرينال تيم عندنا الفارماسيست وده دور مهم جدا وقوي جدا اللي هو الكلينيكال فارماسيست يكون لهم دور معانا في التيم. سوشيال وركر. سوشيال وركر احنا طول النهار قاعدين في فريكشنز مع مرضى غسيل في وحداتنا. لو وجود سوشيال وركر معانا في الوحده هيشيل جزء كبير من العبء الموجود على الطبيب. الترانسبلانت لازم يكون في ترانسبلانت تيم انفولفد لازم يكون التيم كامل. في دايما احنا بننسى الدور النيوتريشنست اخصائي التغذيه. اخصائي التغذيه لهم دور مهم جدا زي ما بنشوف لهم دور مهم جدا وبلينج فيري امبورتنت رول في البيشنت كير وكمبليت السيرفيس اللي هي الرينا سيرفيس. السؤال بقى اللي بعد كده وات ذا رول اوف رينا نيوتريشنست دورها ايه معانا؟ اتفضل. دور رينا لازم هي تكون في الاول تريند اند اكسبيرينس ان رينال نيوتريشن. تاني حاجه تكون امبلمنتيشن اوف ميني جايد لاينز كونسيرنج نيوتريشن اسسمنت زي ايه؟ مثلا اسمه ماتريكس كويس التسميه ده تقعد هي تاخدها زي تتعامل مع كل واحد على حده وهو هيفيدها في ايه بالظبط. السبجكت جلوبال اسسمنت ريتنج فورم بتاعه تقدر ان هي تملى البيانات بتاعته وتقدر ان هي تحدد هل هو المريض ده في انهي مرحله هل هو ويل اور ستيبل من مرض ولا مايلد ولا سيفيرلي مارج. وي ليفل انترفيوز هي
بعدها بتطلع على البلان فور نيوتريشنال مانجمنت اند ثيرابي نزلت على قطاع من التنسيق المنشوره الغذائيه بالنسبه للبيشن حتى بالنسبه للاسره بتاعته والفاميلي ان هي تكون عندهم مهارات الكوميونيكيشن سكيلز والاديوكيشنال اكتيفيتيز ودي مهم جدا ان يقدر توصل للبيشن والاسره بتاعته وتقدر ان هي تقنعه بالدور ده واهميه التغذيه وازاي ان هو يقدر يتوائم مع الظروف الصحيه اللي هو فيها. هي لها دور كويس جدا عموما بس للاسف في موجود في بايرز موجود بخصوص الاديوكيشنال كونسيلينج ده. وطبعا زي ما حضرتك شفتهم اللي لها دور النيوتريشنست اللي لها دور مهم في التيم بتاعنا بين السيرفس لكن ليه في عوائق بتحول دون اكمال هذا الدور ده في الفيزيشنز او النيفرولوجيست دايما عندهم داوت اباوت افكتفنس اوف نيوتريشنال انترفنشن ما عندهمش القناعه الكافيه ان النيوتريشنال سبورت في السي بي دي بيشن ذات بيشن مهم. النقطة الثانية لك في سبيسيفيك نولج المعلومات عن التغذية قليلة في كل الأطباء وفي عامة الناس عموما. التريننج أباوت ثيرابيتيك نيوتريشن لك في سبيسيفيك كلينك حضراتكم لو كنتوا شفتوا في وحدات الكلى بتاعتنا هل عندنا عيادات تغذية فيري رير فيري رير مش موجود. الأبسنس أوف جايد لاينز حتى الجايد لاينز على مستوى العالم الانترست فيها مش عالي كل فين وفين لما تلاقي جايد لاينز تعملها ريموت ريفيود وتتجدد وحتى حضرتك لو جيت حضرتك لو جيت قلنا طيب احنا هنجيب في مركز كده نيوتريشنست مفيش مركز كده على فكره حضرتك كمان طب الحل ايه ليه؟ لان حتى لو جينا ندور هنلاقي السيرتيفايد والكواليفايد نيوتريشنست مش اغلبهم قليلين حتى عددهم قليل. طب نشوف بقى الجايد لاينز بتقول ايه في القصه دي؟ All patients should receive nutritional counseling based upon individualized plan of care. كل البيشنت لازم ياخدوا nutritional counseling لازم ياخدوا مشورة غذائية ولازم يكون عندهم consultation with dietitians. طيب على أي أساس بقى؟ إيه الفريكونسي؟ هتشافوا إزاي؟ وإيه المتابعة بتاعتهم هتتم إزاي؟ بيبقى ويكلي اسبوعيا بيبقى في متابعه بالنسبه للناس اللي هم فور انديشن اما من 2 ل 3 شهور ده للناس اللي هم اقل جي اف ار بتاعهم اقل من 20 ولسه ما بداش الغسيل انما مره كل شهر الناس اللي هي بدات الغسيل حوالي بقى لي شهر ونص او شهرين بدات اتابع معاهم يعني بدا غسيل من شهر ونص لشهرين يبقى المتابعه عليك مره كل شهر اشوفه انما بقى لو هو مريض ده خلاص بدا الغسيل سواء كان هيمو دايلس او بريتونيال دايلس بيشنت ده من 4 ل6 شهور بدا ان اتابع معاه واشوف الحاله الصحيه بتاعته ايه وايه التغيرات اللي جدت عليه وايه المشاكل اللي مواجهاه في النمط الغذائي اللي ماشي عليه. السكريننج ده ممكن تزيد عدد المرات يعني غير اللي موجوده قدام حضراتكم دي ممكن تزيد اكتر من كده بس ده بالنسبه للحالات اللي هي under nutrition increasing for example زي intercurrent illness زي مين؟ زي البيشنت شايفين ان هي مره كل اسبوع طب لو البيشنت ده اصلا انا ستيبل او نون نارز مش عارفين مغيرات فكر ان انا اخده اكونت فور اور يعني دايما في المتابعه لغايه ما حد يبقى ستيبل خلاص ببدا ان انا امشي عليه نظام السيستم ده. كذلك بالنسبه لمرضى الهيمو دايلس مثلا لو هو سنه اكتر من 60 سنه وبقالي 5 سنين على الدايلس فلازم اقلوا عدد المرات بتكتر اكتر ما بستناش من 4 ل6 شهور ممكن تزيد معايا اكتر كده كل 3 شهور كل شهرين مره خصوصا لو هو اصلا كوميونيكيشنز معاه اكتر من كده. من هنا توضح ليا ان ايه هي الانسنتس بتاعت الانسنتشن بروتين انرجي ويستنج اوف كومن انسيكي دي اند هيمو دياليسيس اند بي ديفيشن النسبه بتاعتهم كام؟ من 35 الى 60 نسبة فيري فيري كومان وفيري وايد والحقيقة مين السبب فيها؟ الحقيقة السبب فيها اثنين وأقول لك ازاي؟ السبب فيها هو طبيب الكلى والمريض. طبيب الكلى والمريض ليه؟ طبيب الكلى أول ما بيجي له المريض ويطلع عنده سي تي دي ويطلع 30 2 3 يقول له إيه؟ ما تاكلش لحمة. حتة اللحمة دي علبة الكبريت ده كمان بيبقى فيهم يعني صغير ولا كبير يعني. أول أدفايس بياخدها المريض
من الطبيب ان هو يقلل البروتين بصوره شديده فيحصل ايه؟ ما ندرش. بيلاحظ المريض اثناء المتابعه ان كل ما بيقلل البروتين الكرياتينين بيبقى ايه؟ ستيبل. ساعات بيتحسن. يعني ايه بيتحسن؟ هو الجي فاضل اتحسن؟ ما اتحسنش. اللي اتحسن النمبر بتاع الكرياتين ليه؟ لان الماسل ماس بتاع ايه؟ القرد. الماسل ماس بتاعته القرد. فالكرياتين بدل ما كان 4 بقى 3، قطعت اللحم 5 شهور كده، قطعت البروتين 5 شهور الكرياتين بتاعي اتحسن. مع ان الجي اف ار قل. مع ان الجي اف ار قل. ليه نستفيد منها حاجه؟ ان احنا البيشنت بتاعنا لازم يكون مش لا لما الكالشيوم بتزود الموربيديتي وبتزود المورتاليتي. دي نقطه. النقطه الثانيه ان انا لازم اعمل اديوكيشن للمريض بتاعي اباوت المات اباوت النيوتريشن. لازم اقعد معاه وافهمه. النقطه الثالثه الاهم ان انا قعدت اعود المريض من الاول ما اعتمدش على السيره الكرياتينين كانديكيتور فور الكلينيكال. ابدا اعلمه عن المعدل، اي معدل ابقى سن المريض وحتى هو قاعد المعدل واقول له الكرياتين اهو انت جي اف ار 20 انت ما كلتش بس خس انت كنت 80 كيلو بقيت 60 الكرياتين 4.5 بس ده سكوبيت. فده عشان كده الانسنس بتاع القصه دي واسع جدا من 30 ل 60. البروتين انرجي مان نيوتريشن شود بي افويدد ان بنتنس هيموثاليسيس بيكوز في بور بيشن اوت الموست كومن كوز. احنا الحقيقه يعني بناخد خطا فادح في هذه المشكله. ان المريض بتاعنا بتلاقي فيه مشكله فيه كبيره جدا، تلاقي وقت الغسيل متشال. كتير جدا من مرضانا بيجوا وحدات الغسيل ما متشال بيبقى جاي كانسان بيشتغل في الوسط بتاعه بيبقى وسط وبيضطر يجيب واحد معاه اكمبني معاه واحد يشيله ويوديه ويجيبه. فاحنا فقدنا عنصرين في المدفع. فقدنا المريض وفقدنا واحد تاني. وطبعا ده في المجتمعات اللي هي بتعتمد على الورك وبتعتمد على الاكتيفيتيز ده تعتبر خساره فتاه. المريض نفسه المفروض يؤدي غسيله ولغته ويكمل عمل الفرق. السؤال بقى طب ليه برضه من يعني الكلام تاني ليه بيحصل مال نيوتريشن موست كومن في السي في دي بيشن؟ ده بيبقى له خطوات. اول حاجه المريض بقى بيصاب فيه عنده انوركسيا نوزيا اند فوميتين. بقيت اعراض دي اول حاجه احنا بنعملها او اي طبيب بيقولها للمريض لو بروتين اند انرجي تيك. ما بعمله لو بروتين وما بعوضش الكالوريز بتاعتي بيتباع حظوظ لو برضه في الانرجي تيك. ده الهدف منه ايه؟ ان انا اعمل لو سيروم يوريا على المدى بيحصل لي مانيفيشن. بس هل المانيفيشن دوت السؤال هل التايبس هو تايب واحد ولا كذا انواع؟ لا في عندي تو تايبس. هو في احنا عشان برضه نقول الكلام ليه احنا بنحدد التايب بتاع المانيفيشن في تو تايبس المانيفيشن. الجدول ده هيبين لنا ايه الفرق بين الاثنين. وفي فرق مهم جدا في القصه. لازم انا لما اجي احط اي بلان لاي مريض اشوف الطريق بتاعي ايه والبرنوس بتاعي هيشتغل ازاي. في التايب 1 والتايب 2. التايب 1 هنلاحظ ان احنا هنتكلم في الحاجات المهمه فيه جدا. الالبوم بتاعه بيكون هنا مؤمن او لو هنا بيكون لو. اهم حاجه هنا الكوموربيد كونديشن او الكوموربيديتي بتكون انكومن في التايب 1. في التايب 2 بتكون كومن. يعني ايه كوموربيد كونديشنز؟ ممكن تلاقي عنده دايبيتك، هايبرتنسيف، سليبيديميك، ممكن يكون في اندر لاين ليجنسي. ممكن يكون في مهمة جدا يكون العيان عنده ليفر سيروسس. واحنا كلنا بنقابل في حياتنا اليومية ريفيرالز جايين من الجماعة بتوع الليفر جي اي تي. دكتور تعالى انا عندي عيان عنده ليفر سيروسس وعنده تنس اسايتس وكرياتين اسيدوتك وكرياتين ب4. ده نحطه في كاتيجوري من كاتيجوري مانشن تايب 2. انا واحد عيان ما تنرش بس هلاقي تايب 2. تايب 2 ليه؟ لانه عنده كوموربيد كونديشن. طب عنده انفلميشن. تايب 1 مفيش فيه انفلميشن وتايب 2 فيه. يعني الفوتو انتيك لو هنا بيكون نورمال مع انه بياكل بس هو ما نرش. السؤال اللي بعد كده البيشنت كاتابوليزم بيكون ديكريز هنا بيكون انكريز يعني بيكون هايبر كاتابوليك بيشنت. طب ايه الفرق بقى ليه بفرق بين الاثنين؟
تايب 1 ريفيرسد باي دياليسيس اند نيوتريشنال سبورت. لما اعمله غسيل وابدا اكله يتحسن. لكن تايب 2 مش هيتحسن. يبقى لازم اعرف الفرق. انا حددت تايب 1 حددت تايب 2 وانا اسهل مثلا القصه ديت مريض الليفر سيروزس والتنس اصلس. هناكله هنشربه هنغسله في الاخر ايه؟ هيبوظ. انا وانا قاعد وعارف ايه انا رايح فين واشتغل ازاي ولما اقعد مع المريض واهل المريض واقعد مع اهل المريض اعرفه ان المريض ده احنا هنغسله احنا هنديله سبورت الكامل ميديكال سبورت لكن he has a very poor prognosis. السؤال اللي بعد كده لما بتيجي النيتروجين اصلا وتبص عشان تعمل الدايت هل بتفكر في كل الاعمار بنفس الطريقه؟ بتفكرون بنفس الاسلوب؟ لا طبعا انا بعتمد على حاجه كده اسمها الايكوس ده سيستم ده سيستم بيتحط عشان اشوف انا بركز على ايه في كل مرحله من مراحل العمر. السكه دي كي فوكس اون بيتيابكس عندي بيبقى تركيزي كله على الفرصه اللي كانت ما ينفعش لازم يعني الطفل ده او الاطفال عموما في حاله نمو ما بصش على فكره ان انا اشوف اعمل ريستكشن وكل حاجه لا انا لازم ابص على الديفلوبمنت بتاعه والجروث بتاعه يمشي مع الشرط جروث. الادلتس بعمل كرومت هيلث الجيرياتريكس مينتين هيلث الاند اوف لايف مينيمايز ايجن افكتس. في النهايه اعمل لازم تو امبروف كواليتي اوف لايف في اي مرحله من دول هدف الاساسي ان انا اعمل امبروف كواليتي اوف لايف. أكيد معلش حد فيكم اشتغل في أسلاك أطفال بس كده اشتغلت على طول هذه شغالة عندي شغالة جواها ولا بتروحيها زيارات؟ لا أنا في الجيم حضرتك لما بتيجي تتعاملي مع البيتريشن كدياليسيس بتفكري في الدياليسيس بس ولا بتفكري مع في الكروس؟ في الكروس يعني نمو الطفل لازم الاثنين يمشوا مع بعض عشان الاثنين يمشوا مع بعض يبقى انا بعمل جود دياليسيس لازم جود دياليسيس ولازم اشوف اللي هو اشوف اللي هو اشوف واشوف الجروس. الجروس ده عباره عن حاجتين في الاخر هايت وويت. يبقى انا لو جيت مرحله من المراحل لقيت الطفل عندي الهايت بتاعه مش مظبوط او الويت بتاعه مش مظبوط ابدا اعمل انفستيجيشنز وابدا اتصل في مراحل من المراحل ابدا اديله جروس هرمون. مظبوط؟ ايه اللي بيحصل في القصه دي كلها بقى؟ يبقى الاتيتيود بتاع الادلت نيوترولوجيست والادلت نيوترشنست تعالج الطفل السندريت بوك لازم نتعلم كده. ما اقولش انا عندي في وقت الغسيل مثلا في مستشفى المنصوره الدولي اطفال وابطال منصوب كده لا القصه مفيش كده. القصه لازم تكون بالفيبريشن وبالتيكنج كير فور ذا تشيلدرن جو دايلسيس. يعني القصه مش موضوع دايلسيس يعني موضوع دايلسيس وبروس والاتيتيود بيختلف حتى كل النيوتريشنال سبورت بيختلف من الشيلد للأدلت. من هنا تنطح لنا بالنسبه للدايت حاجه مهمه جدا في سواء كان في السيكي دي او في النايتس. بالنسبه للسيكي دي او دور او اهميته الدايت بيرجع عليها ان هي بتعمل مينتين اوبتيمال نيوتريشن ستيتس بريفنت بروتين انرجي نيوتريشن عشان ما نخش في دور النيوتريشن والدايت بتاعتها سلو ذا ريت اوف ديزيز بروجريشن. لو كان بقى في مرحله انتقاله من ستيج لستيج تاني ان انا بقى دورها برضه ان هي بريفنشن وتعمل تريتمنت وكوميونيكيشن اذر ميديكال كونديشنز. طبعا برضه دول بيبقى فيه منهم مصاب دايبيتس هايبرتنشن ديسبيدينيا اند كارديوفاسكولار ديزيز والانيميا والميتابوليك اسيدوز سكندري هايبر باراسايتوز. طبعا الدور بتاعي ان انا بربط كل حاجه ببعضها ما ينفعش ان انا ابص لنقطه وسايبه بقيه الحاجه لا لازم اعملها حلقه متكامله خصوصا ان هو في كومبليكيشن ثانيه معاه مع البيشنت ده. اما بالنسبه للهيموداياليسيس عندنا لان الدايت بالمايند امونج فويس يقول مين ذات تشويزز كان ايه لو انا اخترت معايير على الهيموداياليسيس وحطيته على البيت الصح هتعمل معنى ايه؟ مينيمايز بيلد اب اوف ويست برودكت اند فلويد بتوين ذا بودي. العيان مش هيكون هايبر فوسفيميك ولا هايبر كاليميك بتوين الجلسه. النقطه الثانيه الانتر دايلتيك جين وين؟ الوزن
بين الجلسه والجلسه والجيل ده مش هيكون عادي، هنعلمه ازاي وهنقول ونقول ازاي هنعمل القصه دي. Improve nutritional and functional status و conserve muscle mass. الكلام ده في منتهى الاهميه. انا ما اجيبش العيال بتاعي ضيق ويعمل ويتشير. العيال بتاعي لازم يروح ويجي ماشي. من هنا بقى احنا اتكلمنا في موضوع زي ما اتفضلنا كده في بدايه الموضوع، لكن اما بالنسبه للنيوتريشن كير بروسيس ستيبس بتاعتنا اللي هي انت لغايه هنا الدنيا ماشيه؟ واضحه؟ عشان هنخش بقى في الصعب شويه. الادمن ادمن ايه الستيبس بتاع النيوتريشن كير بروسيس؟ في اربع خطوات يا جماعه، اول واحده منها ستيب 1 اللي هي اسسمنت، 2 دايجنوزز، الثالثه انترفنشن، اخر حاجه بعمل مونترنج اند ايفالويشن. ده الستيب بتاع نيوتريشن كير بروسيس. هنبدا نتكلم عن كل ستيب منهم على حده. اول واحد وكل واحد منهم معتمد على، يعني بعمل اسسمنت عشان اقدر اعمل نيوتريشنال دايجنوزز، عشان اقدر اعمل نيوتريشنال انترفنشن، وفي النهايه اعمل ايفالويشن مونترنج. ستيب 1 ستيب 1 ده بيتضمن خمس حاجات رئيسيين. اول حاجه بعملها اللي هي الفود نيوتريشن هيستوري، ازاي ان انا باخده والطريقه ازاي هنتكلم فيها. البايوكيميكال داتا والميديكال تيستس اند البروسيديورز. الثالثه الانثروبومتريكس، ميجرمنتس والمقاييس الجسميه وازاي بناخدها واحنا بنعتمد على ايه بالنسبه لكل حاله، وانا ستيج بارت بستخدم ده والهيومنايز بستخدم له ايه مختلف عن الحالات الثانيه. نيوتريشن فوكس فيزيكال اكزامينيشن، اخر حاجه الكليان هيستوري او البيشنت هيستوري. هنتكلم بقى عن خمس حاجات، يبقى الاسسمنت دلوقتي فيهم خمس حاجات، هنتكلم عن الخمسه دول كل واحد على حده. اول حاجه الفود او نيوتريشن هيستوري، ده بيتضمن الفود انتيك، فود نيوترينت انتيك، مينز، سناكس، كاتر، نيوتريشن هيلز اويرنس اند مانجمنت، النولج بتاعته، الجيفز بتاعته، ادور نيوتريشن اوبنتيشن، ايه ادبياته عن الناس الشخصيه، توضح لي الموضوع دي ازاي يعمل مونترنج ومانجمنت براكتس. الفيزيكال اكتيفيتي اكسرسايز، معدل النشاط بتاعه، الاكتيفيتي بتاعته ايه، هل هو في عنده مثلا سيدنتري تايم، التوقيتات بتاعته، الفريكونسي بتاعتها، عدد المرات، الديوريشن، المده، الكلام ده كله لازم نحطه في الاعتبار عشان نشوف الفرق بالنسبه للانرجي بتاعته، هل بيبذل مجهود ولا لا، يعني واحد ما ينفعش واحد مثلا شغال الاكتيفيتي بتاعته عاليه زي واحد سيدنتري وقاعد على في مكانه وما بيتحركش، طبعا الانرجي بتاعته بتختلف وحساباتي بتختلف على اساسها. الفود افيلابيلتي ازاي خلفيته عن الفود بلاننج والكوش الايام ازاي يشتري ازاي يوفر الحاجات دي كلها، هل في ممكن برضه بعض المؤسسات تساعد في الموضوع ده، الفود سيفتي وطريقه حفظ الاغذيه وفكرته ايه عن بالنسبه للفود سيفتي كمان. الدايت هيستوري اول حاجه انا بعملها ازاي ان انا بعمل دايت هيستوري للبيشن، اول حاجه بعمل حاجه اسمها فود ريكوردز. الفود ريكوردز دي بتعتمد عندي على كذا حاجه، اول واحده منهم انا ممكن اعمل له حاجه اسمها 24 اور ريكورد. بقعد مع الجيشن واقول له انت قول لي كده بعتمد على الذاكره وعلى ان هو فاكر من امبارح اكل ايه من اول ما قام الصبح لحد ما نام. بيبدا يقول لي انا اكلت كذا في فطاري كذا وقعدت اي حاجه ما بينهم، ببدا واحده واحده معاه بيسترجع لي وبيديني 24 اور ريكورد. عفوا ممكن طريقه ثانيه بقوم مديله كمان ورقه او لحد ما موجود معاه في قلب البيت لو هو اصلا برضه مش قادر ان هو يفتكر معايا ايه اللي اكله، لاي حد نازل معاه في البيت بديله اقول له يسجل لي هو اكل ايه على مدار يوم كامل. ممكن اقول له لا اعمل لي ثلاث ايام، ممكن ثلاث ايام في خلال اسبوع متفرقين او ثلاث ايام متتاليين. بيدخله بيوم من ضمن ايام الاجازه وهم بيقوم بشغل، ممكن يوم الاجازه اكله بيختلف عن اي يوم ثاني. بعمل برضه حاجه اسمها الفود فريكونسي كويشنير، ده من خلاله لان المجاميع الغذائيه عندنا في مجموعه اللحوم، في مجموعه الالبان، في مجموعه الخضروات، في الفاكهه، مجموعه الفات، ببدا انا كل مجموعه بشوف هل هو مركز على مجموعه من المجاميع ولا كلها، ولا بياخد النسب المقرره ليه من كل مجموعه من المجاميع عنده. اعرف ازاي اعدل واعمل نوتيفيكيشن بحيث ان هو ياخد من كل البروز دي النسب اللي احنا المفروض ياخد عليها. انا خلاص جمعت وعملت 24 اور وخدت اللي هو 3 دايز عندي بالنسبه سواء كان الكالوريز كاونت عندي او اللي هي الفود ريبورت والفود كوشنير. انا بعمل ايه؟ بعمل تحليل دايت اسسمنت، بحلل الوجبات دي لاساس الكالوريز بتاعها كام على مدار الثلاث ايام او اربع ايام او اليوم اللي انا اخدته، الكالوريز بتاعتها ايه، البروتين كميتها كام، الفات والكوليسترول، الكربوهيدرات،
الصوديوم والبوتاسيوم والفوسفورس الفلويدز والفيتامينز والمينرالز. يبقى انا في اول مرحله ان انا بعمل فود ريكوردز عندي، وتاني حاجه بعمل دايت اسسمنت. في هنشوف نقطه مهمه جدا، هل دايما الريتايت بتاعتنا السي كي دي والاسسبيشن هل ليها لها علاقه؟ انا شايف كلام ممتاز جدا. تمرين مش عايز اسال حاجه في الجزء الكلام ده. في اي سؤال؟ لو في سؤال صغير ولا حاجه ممكن نتكلم. احنا خلينا نتكلم مع بعض. شوف حضرتك بس هل انت في الطريق؟ مفيش. الانرجي انتيك، الانرجي انتيك ديكريز از الابيتايت. الانرجي انتيك بتقل والابيتايت بتقل ديورنج الكورس اوف سي كي بي، وحتى ديورنج الرينال ريزم سيرب مع الترانس بلانت الدنيا بتتغير. شوف الدنيا ماشيه ازاي. دلوقتي السي 3 الابيتايت معقوله والانرجي انتيك معقوله. نبدا من السي 3 وننزل. الدنيا تبدا تنزل هنا. لما نبدا هنبدا نرسم المريض. طب ايه السبب اللي بيحصل؟ ايه اللي بيقلل الابيتايت؟ نتيجه الريتنشن ابيتايت بريزنس الانيروبيك ماتيريالز. الانيروبيك ماتيريالز بتبدا تتجمع في الجسم، يبدا الواحد ما ياكلش، يبدا الانرجي انتيك تقل. نبدا نرسم المريض سواء رسمنا ايموداز ولا ريتونان داليسيس، بتبدا الويست برود تقل، الانيروبيك ماتيريال تقل، تبدا الابيتايت تقل تزيد، بس ما بترجعش للبيس لاين. يعني ما تطلبش من العيان اللي هو دي مدرس ابن ما ياكل زي العيان عادي، زي الانسان العادي، بس مش هيحصل. ايه اللي بيحصل تاني؟ بعد ما يبدا الغسيل شويه تبدا الدنيا برضه حتى تقل تاني. طب ليه؟ لان في فاكتورز بتتدخل معانا، والحقيقه احنا بنلاقي سبب فيها برضه. اللي هي الاديكوسيستاسيس. في مرضى كتير جدا مش سرطانه الاديكوسيستاسيس. بس انا بس هحاول بس اتدخل هنا صغيره. لا انا حكيت لو شاطر العين ياكل زي الشيء ساعات افضل لو كنت بتاكل شخص عادي. هنقول لا انا بتكلم عشان كده الابيتايت بتاعته مش عاليه، فانا ازاي احسن الابيتايت بتاعته؟ اصلا مهم جدا يعني مجرد ان اقول له اخبارك ايه، عندك شيء الاكل ولا لا؟ يقول لي لا، خفيف جدا. بس الرابع عنه سؤال سهل بس ده بيقول له صعب جدا. انا عاوزه ايه؟ لازم يحط طاقه كويسه ولازم ياكل اكتر. هو ليه بقى؟ ما هو السؤال كان بيقول ليه بقى؟ لان في الكواليتي اوف ذات الانتيكوس اوف دايسيس. النقطه الثانيه، معظم المرضى بيبقى عندهم ديبريشن. برضه لازم نتكلم في النقطه دي ونركز فيها. يبدا المريض لغايه ما يوصل لمرحله الترانسبلانت، اول ما يزرع شفت الكيرف طلع عامل ازاي؟ الابيتايت اتحسن تاني وبدات ترجع قريب منين؟ من المريض. يبقى احنا عارفين ان ده سي كي ديز 3 الدنيا ماشيه كويس. من ثلاثة لخمسة بتقل، بعدين لازم تصدق تحسن شوية لغاية ما يسرع، وبعدين تقل وبتقل. ولما تقل احنا هنعرف، الدكتور حسين قال احنا هنقعد نعرف ليه. الميوز تو كوم تو كوزز اللي هم الكور داليسيس والديبريشن. نرجع تاني للترانسبلانت يحسن القصة تاني. اللابس احنا حضراتكم لما بنيجي نعمل اللابس في الوحدات بتاعتنا لازم نعتمد في اللابس وفي الاستراتش بتاعتنا على حاجتين، المانسلي لاب والإبرس دي مانس لابس. ولازم كل لاب من دول له دلاله. انا بتكلم عن نيوتريشن. تخيلوا بقى احنا كده عشان بس يبقى بنعمل الالبوم، بنعمل البوتاسيوم، بنعمل الفوسفورس والكالسيوم، وبنعمل الدروبات، وطبعا الدروبات اللي هو 55، وبنشوف الدرات شوجر، وبنعمل اليو ار ار. لازم نعمل اليو ار ار او كي دي اوفر في، واليو ار ار سهل وسهل عشان اشوف الاديكوس اوف دايز. هنتكلم طول اليوم ان اول نقطه تريتمنت هتبقى الاديكوس اوف دايز ونعمل دي. طب نيجي الناحيه الثانيه تلبس 3 مانس، لازم اعمل هيموجلوبين اي 1 سي عشان اشوف الكنترول اوبرات شوجر وزن 3 مانس والبي تي اتش والليبيد بروفايل كام. ما اعتمدش على الكوليسترول بس او الترايجلسرايد، لا اعمل الليبيد بروفايل كامل واشرح لكم ليه بعدين. انا ليه بعتمد على الكلام. نيجي بقى للسيرم كرياتين. السيرم كرياتين قريب جدا عيانة بنمر، احنا بنمر في البحر بتاعتنا كده. الدكتور النائب جاي بيقول لي انا في الدكتور سامع انا العيان بيزرع عندنا بقى 5 سنين والسيرم كرياتين بتاعه 3، انا عاوز اعمل له رينوجرام ممكن تكون كده اتحسنت.
القصه هنا طبعا مختلفه تماما. السيرم كرياتينين في الدياليسيس بيشن اللي ما عندوش بسيدو رينا فانكشن لو ما بيقل تسبيري مات صح. ليه؟ لان ده معناه حاجتين، ديكريت السكريت الموسل ماس اند لو دايتري بروتين انتيك. ما فرحش ان الكرياتينين بتاع المريض قل، لا ده عايز تسبيري مات صح. القصه هنا ان المريض الفيروشن بتاعته قلت والموسل ماس بتاعته قلت. لازم ادور بقى على السبب واعرف ايه الموضوع وابدا ادور بقى على مرض المريض واقولش لا ده القصه كده اتحسنت. قصه بتاعتي نفس القصه في الكوليسترول. احنا قلنا الاول النورمال كوليسترول ان النورمال احنا حطينا الليفل في 150 مللي جرام ده بنفرض ان الكوليسترول كان عالي. اتس جود ساين ولا بات ساين؟ اتس باد ساين. الكوليسترول لما هيقل الريليشن لازم نشوف كده الريليشن تاني للريليشن بتوين الريليشن هنا بتوين السيرة الكوليسترول والمورتاليتي هاز بين ديسكرايت از ا ريوشي او جي شي. القليل قوي هيبقى متعب مش كويس متكذب قوي مش هيبقى متعب لازم اكون ارقم عند الليمت شكل عام. الحاجه الثالثه الالبوم. الالبوم ده يعتبر سترونج بريدكتور اوف موربيديتي اند مورتاليتي. However, الألبوم is affected by the nutritional factors and infection, inflammation, comorbidities, fluid overload, inadequate dialysis, blood losses, metabolic acidosis. Albumin may not increase in response to malnutrition intervention. بمعنى أنا دلوقتي عندي لو الألبوم عن 2.5 الريسك بتاعي بيزيد. إن أنا لما كل ما يكون الألبوم من أكثر من 4 بيبقى الريسك عندي بيقل. سواء كان في الهيموليز او السي اي بي. قول يا دكتور صلاح على طول على اسمها الالم اللي انا عاوزه اربعه تحت الاربعه ريسك بيزيد. تمام؟ تحت الاربعه ريسك بيزيد مش هيستنى 2.5 على ريسك بيزيد. تحت الاربعه الزياده بتزيد عن تبقى عاليه قوي قوي عن 2. كل ما يقل طبعا المرتبه السي بي تحت الاربعه بيزيد. الحاجه الثانيه قلتها لو في انفلاميشن الالم يزيد ولا ايه؟ لو العيان عنده كرونيك انفلاميشن يزيد ولا ايه؟ ايه هو نيجاتيف في سيراكتب يعني الفريتين مثلا والسيراكتب البروتين بيزيدوا لكن الايرن الالبومين وبعض حاجات الالبومين بتقل مع الانفلاميشن صح مش كل الانفلاميشن الماركت بتزيد فالالبوم از نيجاتيف في سيراكتب يعني ممكن يقل موجود الانفلاميشن. اتفضل. حتى في الموت حتى في اي بأي مش مهم في السن مش مهم في الرينا اللي هو ماركر اللي هو مثلا تروح السن اللي هو ماركر اللي هو انفلاميتوري ماركر. ما يقل ما يقل الهايبو الجنينيا از انفلاميتوري ماركر. فعلشان كده مش كل هايبو الجنينيا معناها مال نيوتريشن. لو ندور على سبسس في واحد عنده دروب نمونيا وفي سبسس هتلاقي الالم بتاعه عالي. شفت حضرتك الدكتور قالت ايه؟ ريش اقل من 4 خطر كل ما يقل الخطر يزيد. واضحه كده؟ خليك بص شوف كده بتاع ازاي قلبه اتفكتد باي نان نيوتريشن على النورمال رينج يعني ممكن يبقى من 4 مثلا 5 ها؟ انا متخيل انت تسال الرينج بتاعك ده اسمه اكبر من انا هقول لك الريسك بتاعك لو خدت النورمال من 4 5 وفي ناس بيبقى اعلى من كده في اللون كونسنتريشن او حاجه بريك ممكن اعلى من كده او واحد برضه جامد في القصه بس الاربعه ده هو النورمال كت اوف بوينت للنورمال لو نزل تحت الاربعه ما بقاش مبسوطين فانا ما احبش قلب تحت الاربعه. شوف الليفل اللي احنا حطيناها عامله ازاي الداتا اللي حطيناها على طبعا ما كانش على النورمال بالظبط. الالبومت هو المكتوب فوق اربعه. ليه بقى كل الكلام ده ليه؟ لان احنا لما تيجي تربط القصه ببعضها في الاخر حتى شوف السلايد معمول ازاي؟ الكيرف معمول ازاي؟ الكيرف جه عند الاربعه اهو عند الاربعه اهو بدا يطلع هنا كل الكلب كل القلب ما يقل الريسك بيزيد. النقطة الثانية زي ما تروح تسمع القلب از افكتد باي نان نيوتريشنال فاكتور انفكشن انفلاميشن كوموربيديتيز حتى الفلويد اوفر لود بيقل القلب بيعمل نيوتريشنال الاديكوت دياليسيس بيقل القلب البلاد لوس الميتابوليك اسيدوزيس كل دي فاكتور لازم تتحط فين؟ مش تمام. There is no single measure of nutrition index. ما بعتمدش على حاجة واحدة، أنا بعتمد على
عندي كذا حاجه مؤثره، كرياتينين، كوليسترول، الالبومين، بالاضافه للبوتاسيوم والفوسفورس اللي هو مرضى بالنسبه للادرينال او الانسر ماتريكس ده. يبقى انا اتكلمت دلوقتي في الاسسمنت على حاجتين. اول حاجه ممكن الدايت هيستوري ازاي باخد، ازاي اعمل دايت اسسمنت. الخطوه الثانيه اللابوراتوري او الكيميكال تيست بتاع البيشنت اللي بعتمد عليه. الثالث خطوه اللي هي الاسبيرتك داتا بتشمل عندي الهايت ويت ستيتس والفريم سايز الارم اسمومتريكس والامبيرنس والامبيتيشنز. نتكلم عن الويت ستيتس ايفالويشن. انا بستخدم على ويت حاجه معينه بس لا انا بستخدم كذا حاجه وبيبقى عندي كذا مؤشر. اتكلم عن ستاندرد بودي ويت في البودي ماس اندكس امتى بستخدمه، ايدل بودي ويت امتى بستخدمه برضه، ادجستد بودي ويت، يوجوال بودي ويت، والانفراديتك ويت جين اللي بستخدمها دايما للمرضى الدايبتس. طب الستيتس ايفالويشن الويتش تشينجز لازم نفكر لما نيجي نفكر في الويت تشينجز اللي احنا بنمر على المرضى بتوعنا ونيجي نلاقي حصل ويت تشينجز لازم اسال سؤال واضح، هل ده انتشن من المريض ولا انتشن؟ لازم اسال. ممكن لو اخش على الواحد سته ده عامل شيء لازم اقعد معاه، انت اصدر تجيش وتخسي ولا ده غصبا عنك؟ لازم السؤال يكون واضح. السؤال الثاني اهم سؤال، اهم جمله قلتها لجمال، ده انتندد ولا ان انتندد؟ الان انتندد يعني انا الوقت عاوز اغير، شايف نفسي تخين وعاوز اخس، فما بكونش ان انا نفسي اكل بس مانع نفسي. ده ما يخوض ما اقولش ده انوركسيا، لكن عشان انوركسيا اقعد اعملها انا لسه بشوف الكلام ده، لازم يبقى انا نفسي اكل بس مفيش شهيه، الشهيه مش موجوده. فده السؤال مهم جدا. في اي ويت لوس سواء بقى ده انس ولا غيره لازم ده انتندد ولا ان انتندد؟ يعني الشخص يرغب هذا ولا ما يرغب؟ لو يرغب مش عاوز يقلل نفسه في الوزن وهو نفسه ياكل بس ما فيش شهية يبقى ده تخليف في الكلام. طبعا بالنسبة لمرضى الدياليسيس الدراي ويت بيتغير بسرعة وبيتحرك فوق وتحت ولا ايه الوضع بتاعه بالظبط؟ طب امتى انا اقول بقى ان حصل كلينيكال سيجنيفيكانت ويت لوس؟ المريض ده فقد وزن زيادة امتى بقى؟ لو فقد 5% او اكثر وزن من النص لمدة عام او 7.5% او اكثر وزن 3 مانسز او اكثر من 10% او اكثر وزن 6 مانسز. لازم اعرف الكلام ده عشان ده هيوديني اتجاه تاني. ممكن العيان ده هو يكون عنده اندر باي ريتنس وانا نايم عليه بمنتهى البساطه، يكون عنده مرض اوزومش وانا نايم عليه. لما يحصل سيجنفيكانت بلس لازم ادور على اندر باي ريتنس. ازاي احسب بقى الويت تشينجز دي؟ معادله صغيره ان انا بقول اليوجوال ويت الويت ناقص الاكشوال على اليوجوال تطرف منين عشان يطلع لي النسبه بتاعه. من خلال الجدول ده ازاي اعرف ان هو الويت تشينجز ده في هل هو مودريت ولا سيفير؟ زي ما سبق الدكتور اسامه قال ان هي من تكون 5% او اكثر في خلال شهر ده يعتبر ايه؟ من ضمن الراجل لازم احط نفسي عليه. ده برضه ناس كتير بتجي لي زي الاسبيشال، مش لازم انا ابقى في متابعه عليه مودري اسبوعيا فما استناش لمده شهر واقول لا ده اقل 5% ولا ما قلش. لا ممكن كل اسبوع اشوف واتابع معاه لو هو امبيشن. ما كان 1-2% ده في اسبوع ببقى مودريت. اذا زاد عن 2% في الاسبوع من الوزن بتاعه حصل لوس ليه بيبقى سيفير. طيب زي ما سبق قلنا بقى 5% في خلال الشهر الواحد بتبقى مودريت، لو زاد عن 5% بيبقى سيفير. اللوس ده يبقى سيفير. طيب بودي ماس اندكس ده مؤشر كل تاني الويت ده على فكره موضوع في منتهى الاهميه، وان احنا الناس بنستعمل في شغلنا في الاثرولوجي دراي ويت بس. فاحنا لا احنا القسم مش دراي ويت، القسم اكبر من دراي ويت. البودي ماس اندكس اللي هو مؤشر لو كنت وده بنستخدمه للقلق يا جماعه، اللي هو مؤشر كتله الجسم عباره عن ويت بالكيلو جرام على هايت متر مربع طلع لي ان هو سكور معين. السكور ده بحطه في كاتيجوري لو هو نورمال. اذا وقع السكور ده ما بين 18.5 ل 24.9 اذا اقل من 18.5 لحد 16 بيبقى اندر ويت، اقل من 16 بيبقى سيفيرلي اندر ويت، دخلت في حساسيه شديده جدا بتبقى مرمى. الاوفر ويت
بيبقى من 25 29 من 10 زاد عن ال 30 بيبدا بقى الاوبيزيتي بلس 1 لحد 34 10 بلس 2 بيبدا من 35 ل 39 و 9 من 10 اكتر من 40 بيبقى اوبيزيتي بلس 3. يور هيلثي ويت بقى يا وقت انت قصدك تتخيلوا حضراتكم قاعد في عيادتك تكتب سي كي دي ستيس 3 وبيست كلاس 2 صراحه ده يبقى هاي ستاندر لميديسين هاي ستاندر ان تعمل ستيجنج تعمل ستيجنج للسي كي دي وتعمل كمان ستيجنج كمان للوبستيك وفيري سيمبل شوف شوف الكارت اللي قدامك ده فيري سيمبل ده مش انا اعرف ان انا في الهيلث جبت الرينج بتاعي ولا لا زي ما هو موجود عندنا بيبقى من عند 25 لحد 18 ونص ده هو ده كلها كلها تعتبر من هيلثي ويت اللي هو النورمال اللي بيقع من عند 18 ونص لحد كام 24 9 من 10 يعني 25 عندي على المحور ده موجود عندي الويت اهو وعندي على المحور بتاعت الهايت في سنتيمتر يعني واحد كله مثلا لو هو 170 ووزنه الحالي مثلا 120 كيلو اعرف ان هو اوبيس بلس كام؟ بلس 2 سهل يعني الشرط ده سهل جدا بالنسبه للاوبيزيتي في ديفرنت من يعني في جايد لاينز امريكان تقول لك بتاع الكنيسه الكويتيه بالنسبه للوسط قياس الوسط كام؟ 102 ثانيه كثيره يعني بس احنا بالنسبه عشان تعرف عندي كلاس بينهم ده بتقولي بس اندكس انما في مقاييس ثانيه عندي اللي هو الوسط وعندنا بقى كام بالنسبه للكام كام اقل بالنسبه للمين دي بيبقى ده معايير عندي حتى بالنسبه لستوب كيميس باد ان انا بقيسها والاماكن بتاعتها عندي من عند الدراع عندي من عند منطقه البطن انا مكان بالظبط ان انا اقيس لستوب كيميس باد لها مقاييس جسميه ماشي دي من ضمن المقاييس الجسميه اللي بعتمد عليها. الايديال بودي ويت ازاي انا بعرف الايديال بودي ويت بتاعي ازاي؟ يا اما ممكن عن طريق اللي هو البي ام ار لو احنا عرفنا ان هو النورمال بتاعه يا اما عن طريق المعادله البسيطه دي ده شيء ثابت اللي هو الهايت ناقص 152.4 بضربه في 91 من ميل. بالنسبه لو كان ميل بزود عليه بلس 50 لو في ميل في 45 ونص. ده الفاكتور اللي بتسعر عليه. ده الفاكتور ميل في ميل يفرق كل الميل في ميل يفرق مع بعض. هو بس بقى الميل بزود 50 في ميل 45.5 طيب اذا كان الاكشوال بودي ويت اكتر من 30% من الايديال لو جيت شفت الوزن بتاعه ده اكتر من 30% من الايدل المفروض يكون عليه انا بستخدم ايه؟ السؤال حد اللي كنت تساليه انا عندي مريض 100 كيلو وزنه حالا 100 كيلو 130 الايدل بتاعه طلع والايدل بتاعه طلع 100 طب لما اعمل الكالكوليشنز اعملها على 100 ولا على 130 هو اصلا دلوقتي 130 لكن لما جيت اشوف الايدل المفروض يبقى وزنه كام؟ 100 طب لما اعمل كالكوليشنز اعملها على 100 ولا على 130 اعملها في ايه يا جماعه؟ هتركب هتركب مثلا تاني واحد دراي ويت وواحد الدراي ويت بتاعه 80 الدراي ويت 80 لما اجي احسب الايدر وود ويت بتاعه طلع 90 او طلع 100 اعمل كالكوليشن على 100 ولا على 80 اعمل على كام؟ لان السؤال ده الدكتور حسين احنا كنا في الجامعه المصريه طبعا نفس القصه اللي قالها هناك لو حسبت على 80 هعمل اوفر مانجمنت لو حسبته على ال 100 هديله اوفر دوز من الضغط من الريتنس طب اعمل ايه؟ يبقى لازم استخدم حاجه تانيه خالص مش على الايديال بودي ويت ولا الاكشوال لا انا بستخدم الادجست بودي ويت ادجست بودي ويت ومعادله برضه بالميل تختلف برضه عن الاثنين هو عباره عن الاكشوال ويت ناقص الايديال بودي ويت بضربه في 8 في فاكتور عن الفاكتور ده بالنسبه للميل عندي 38% في الميل بيبقى 32% زائد الايديال بودي ويت ماشي واحنا برضه في الجزء ده ان شاء الله هنبين لكم زي احنا بنحسبها وزي اقطع منها الانرجي والانتاجات بتاعتي من الفاكتور انا ارجوكم ركزوا معاهم الكتاب بتاع الكتاب الفورمولا المحاضره هتكون عليه تكون ونزلت لكم اليوم الاولاني عشان الناس اللي بتبقى سسبيشس هيلاقي القصص نور يعني اليوم الاولاني خلاص على النت المحاضرات والمحاضرات كلها سنه النهارده هنزل على النت المحاضرتين دول الدراي ويت طبعا بنستعمله في الدراسه سبيشال ويت واحنا المفروض في الدراي ويت يعني لو جينا نقول لنفسنا نعرف الدراي ويت كلنا كل واحد فينا هنعرف الدراي ويت بتاعنا التعريف والكلام ده طب ايه دايما احنا بنفكر ازاي؟
نعمل له لو في ميه كتير ولا ميه قليله، لكن المهم ان البيشنت فيه الولد وهاف نو اكسس فلويد ولا عنده فلويد بريسنج. الدراي بي كان تشينج ومصر بيه فلويد فريكونتلي، يعني دايما بلاقي ايه انا الدكتور اسامه مرضى النهارده الشهر ده وحاطط الدراي بي بتاع عيانه 80 كيلو جرام، اي سنه اللي بعدها عليها 80 كيلو جرام وانا عندي منه هيبوتنشن، والعيان ده ممكن يكون بياكل كويس، فالضريبه طبعا ليه؟ ممكن يكون ممكن ما ياكلش، فالضريبه انزله. يبقى الدراي ويت ده ما هوش فيكسد نمبر، المفروض بعليه وبقلله تبع سيتمين هاد في العيال. احنا بنستعمله في ايه؟ زي ما عملت استميت الدراي ويت بحيث ان انا اقدر اعمل حساباتي كلها، في لو طبعا الاسايكس اللي كانت عندي على المرحله القديمه المينيمال عندي في الاسايكس 2.2، لو كانت قديمه بشيل بس كيلو واحد، المودريت عندي الاسايكس 6، لو قديمه 5، السيفير بعتبر ان هو السيفير عندي، لو الاسايكس عنده 14 زياده 14 بقلل في الحسابات بتاعتي، لو قديمه بقى 10 بس. طيب الانترا دايبيتك ويت جين جنرال ريكومنديشن عندي بيبقى بلس 2 كيلو جرام بتوين ايه اللي هو بس اسمها انتر معلش بس ما تقلقش الاصلاح بس اللي قبليه كده معلش انا ما فهمتوش معلش يعني وصلنا اه يعني 14 20 14 في ايه رقم زياده متوقعه نظرا في الحاسوس يعني انت عندك حتى في الكلينيكال اكزامينيشن بتقول القديمه وكوكل الشخص زاد 5 كيلو ومفيش مال في السكين يعني القديمه دي بتبقى معناها ان هو فعلا معدي زي يعني هو عارف بتديلك راف اريا عاوز تديلك راف اريا القناه فين الدراي وير. اول جلسه اللي بيحصل دايما ايه؟ لما نيجي جلسه للمريض اول جلسه ثاني جلسه هي العيان تيجي النايل يقول لك ايه؟ الدكتور حسبت المريض على كام؟ وستيل دو هاف تايم انت بتنزل العيان ستيب باي ستيب باي ستيب باي ستيب لغايه ما توصل للمرحله اللي احنا عرفنا فيها الدراي وير ان العيان فيها فيل الجوال الانت هايبرتنسيف تنزل انت هايبرتنسيف تقل وممكن العدد ما يوصل لمرحله لو نقدر نوقف الانت هايبرتنسيف ميديكيشن وما يكونش فيه اكسس فلوس وكتر حياتك فده بتديك راف اريا انت لو عندك عيان انسرجا يبقى انت حضرتك لازم تعرف انه اتليست في 10 لتر اوف فلويد اكسترا موجودين في الدم يعني انا مطالب ان انا اشيلهم يعني خلال ما تشيلش برضه نصيحه ثانيه ما تشيلش ما تقدرش تشيل مره واحده ما تشيلش انت بتكسبكت انت رايح فين؟ انت هتبقى هو جاي النهارده 90 يبقى انت متوقع ان الدراي ويت تكون في الايده بتاعت كام؟ 80. كل ده بتساعدك كل دي خطوات بتساعدك عشان تتحرك تشوف فين الدراي ويت. يعني انت اسامه ما بتقولش هنشيل ايه دلوقتي بقول لك انا عاوز اكسب هو زي يعني ده من ايه؟ هنتعامل معاه ايه مش القصه دلوقتي. الانتر ديليتد ويت جين الجنرال ريكومنديشن عندي بيبقى 2 كيلو جرام ما بين الجلسات ما بين الجلسات لو حصل ان هو في زياده 5% في فلويد جينز بيبقى السيت فلويد انتيك ممكن تشيل كتير اكل حاجات فيها فلويدز كتيره او حصل له زياده في الوزن ويت جين طب اذا كان اقل من 2% في فلويد جين بيبقى ما حصلش كفايه في الفلويدز المفروضه ان هو ياخدها على مدار الفتره دي او حصل ويت لوسز او كريز بودي ماس. بس ده يعني لو واحد وزنه 60 كيلو تمام ايه السيف اماونت من الفلوس اللي هشتريها اثناء الساعه لازم واحد وزنه 60 كيلو اسحبها اعمل اكتر بريشن او يعني اعمل الدياليسيس واشيل الكلام ده يعني اخس معايا في الساعه قد ايه يبقى ده سيف بالنسبه لواحد وزنه 60 كيلو ده مهم جدا ايه السيف اكتر بريشن ايه اكتر بريشن ده ها؟ اماونت قد ايه؟ لا مالكش دعوه انا بقول لك ايه السيفست بالنسبه له وبعد كده انك فاهم زي ال 10 كيلو على حساب تسحب كام؟ بقول لك ايه السيفست ليفل اللي تشيله في الساعه لواحد وزنه 60 كيلو؟ يبقى اقل من كام؟ اقل من 4%. نعم؟ اقل من 4%. لا انا ما انا قلت الكلام ده في المحاضره واضح ان يعني اقل من 10 مللي كي جي او يبقى لو انا فعلا هو واحد وزنه 60 كيلو جاي ميزانه 2 كيلو 2 كيلو على 4 ساعات يبقى نص كيلو في الساعه نص كيلو يبقى دي توزن السيف ليفل اللي هو اقل من 600 مللي في الساعه يبقى اقل من 10 مللي في الجين في الاول لو انا زدت على 13 في ريسك للمورتاليتي والكارد فاسكولار ايفنتس كتيره جدا يبقى الاكسس الترا فيكشن ريت اللي هو اكتر من 13 مللي في الجين في الاول انا مش دعوه زي قد ايه وكل ما يزيد وهشتغل اكتر في ساعات قليله
معناه ان انا بعرضه لمشاكل او هو بعرض لمشاكل، فلازم اوعيه ما يزيدش. يبقى السيف ليفل الالترا فلتريشن هو اقل من 10 مللي بالكي جي بالعرض. من 10 ل 13 بين البنين اكتر من 13 ريسك عالي جدا. على كم وزن؟ نعم؟ على اي وزن؟ على اي وزن؟ وبعدين لو هو زاد اكتر من الكلام ده يبقى جرادوال يشيل الكلام ده اسلوبه الجلسات والاسابيع والكلام ده. انتوا عارفين ليه يا جماعه الكلام ده؟ هو ليه 10 مللي ل 13 مللي ليه؟ تقول ليه الدكتور حسين قال 10 وليه مثلا 13؟ ليه كده؟ هو ليه القصه دي؟ هو الشكل ده وانت بتحسب التيست كده بتفتح فلويد منين؟ مش من انترا فاسكولار؟ من انترا فاسكولار. طب انت سحبت والفلويد والكتيريا الاكس بابلوك كلها موجوده في انترا فاسكولار ولا موجوده في ايه؟ انت لازم تعمل شيفت هيحصل بعد كده. انت سحبت من انترا فاسكولار لازم تعمل شيفت من انترا سيلولار لانترا فاسكولار. ده اللي هيحصل. ما فيها ريت، القصه فيها ريت. القصه مش قصه موسيقى ماشيه وبتجمد فلا فيها ريت. الريت ده لما بزيد عن كده يبقى انت بتعمل انترا فاسكولار ديبليشن العقليه. يعني ايه 4% 5%؟ ده كلام مش منسوب. 10 مللي بالكي جي بالراجل. نخلي نحفظ العيان اللي بيزيد او بيضطر ازود على 70 اقول له لو سمحت انت وزنك 70 المفروض ما تشيلش اكتر من 700 مللي في الساعه. وزنك 80 المفروض ما تشيلش اكتر من 800 في الساعه. انت جاي تتسرع في البيت. بس انا عاوز المفروض ده يوصل لك بس. طب الزياده اللي احنا بنعملها في زياده في ايه؟ لو واحد زاد 7 كيلو المفروض ما يزيدش. هو زي مثلا 7 كيلو ولا 20 كيلو ولا 4 ساعات 20 كيلو. لا انا ما قلتش كده. انا ما قلتش ان انا هبقى ليميتنج السحب بتاعي لل 10 مللي. لا انا مش هسيب واحد. انا واحد جاي ما هو القصه بس معلش انا يعني اتفضل. مش معنى ان انا بقول السيف استليف كذا معناه ان هو يجي لي زي انا هخسر منه السيف بس. لا هو زي لازم اشيل زي الزياده زي 6 كيلو هشيلهم. لان لو سبتهم يتعبوا 4 كيلو وشلت 2 و6 4 هيجي بالبالونه وهيجي بالليل يغسل تاني. لكن الصح في الحاله في الحاله اعمل له ايدوكيشن عشان ما يزيدش كتير. الحاجه الثانيه لو غلبت معاه يبقى عاوز فريكوينت درس بالونه 6 مرات في الاسبوع 4 5 في كل يوم لانه ما بيزيد ما بيرحمش نفسه بيشرب الميه. هزود له الطاي. يبقى القصه زود الطاي. انت بتعرف السيفتي ليفل بس مش معناها ان يعني انت بتلتزم بيه في الالترا فلتريشن. يعني واحد جاهز 4 كيلو لازم يشيلش. ال 4 كيلو ده عدى السيف ليفل يبقى هو في خطوره بس هيشتغل المايه دي. يعني انت مش هتعرف تحوش كل مليون على محصله يحط فيها كام لتر. هو اللي ظلم نفسه. نتيجه ممكن يبقى نتيجه الخلل فيه او خلل في السيرفيس ان انت ما بتتعلموش. في كذا طريقه ما اعرفش هتبقى بره السكوب بتاع الكلام ازاي ان اخلي الشخص ما يزيدش الزياده اللي تعمل لي مشكله. في نقطه الدكتور شرحت البودي ماس اندكس دلوقتي وشرحت البروبستي الانجليز بتاعتها بالنسبه بقى للسبيشن بروبستي. الجنرال بوبيليشن الجنرال بوبيليشن لو شفنا الريلاتيف ريسك اوف ديس كومباربل مع البوزم البودي ماس اندكس ايه اللي بيحصل؟ كل ما بتزود البودي ماس اندكس الريلاتيف ريسك اوف ديس بي ايه؟ بيزيد. لكن العكس بيحصل في الدرس. ده بنسميه يا جماعه له اسم. دي لها اسم زي ما عملنا في الكرياتينين وعملنا في الكوليسترول وعملنا في الكلام ده. ده لها اسم. لها اسم مع الدرس سبيشال. احنا قلنا زمان لما جينا نقول مرض السمين وخش الوحده والله ما هيكلم مش عارف. ده العكس اللي بيحصل. السرفايفل بتاعهم احسن. ودي بنسميها دراسه البارادوكس. دراسه البارادوكس على عكس المتوقع. احنا كلنا بنقول ان الكارديو فاسكولار مورتاليتي عاليه في الاوبيس بيشنت لكن في الدايس بيشنت لا بالعكس. احدى مزايا الاوبيسيتي النادره ان هم لما بيخشوا على الدايسيس بيكون المورتاليتي بتاعتهم احسن من بيجر بوبليشن. وبعد كده انا بنبص عشان الكلام واضح. انا بتكلم على الأدب. الدكتوره جنبك انت بترد عليا. بتكلم على الطلبه. بتكلم على الايام بتاعتك. فبتكلم على الشيلدر ما اقدرش ارد عليك. ما اقدرش ارد عليك. لا ما اقدرش ارد عليك. اليانج اللي هم الطلبه اللي هم حفظوا 18 سنه. يس. بص هي الفكره دي. الفكره كلها ان هم لاحظوا الملاحظه ديت من جوه بصات كبيره. لاحظوا ان هم الجنرال ريجوليشن
وما ربطش الاي جي هنا خالص. وكل ده حطه بودرز اندكس اجينست الايه الريسكو بس. ولاحظوا ايه؟ لاحظوا ان هم الجنرال ريجوليشن الريت بتاعهم بتاع الريس بيزيد كل ما يزيد بي ام اي يزيد. تناسب طبيعي واضح وده طبيعي ولوجيك. لما جم شافوا مرضى الدياليسيز وخدوا الارض بتاع الدياليسيز هتلاقوا قصه مختلفه. عشان كده سموه ايه؟ الدياليسيز بارادوكس. القصه غير متوقعه خالص وفعلا دوكيومنت. المرضى الصوميان الاوبيس على الدياليسيز المختلف بتاع الدكتور. بعد كده بنتكلم عن حاجه اسمها سبجكتيف جلوبال اسسمنت، ومن ضمن الحاجات اللي انا بعتمد عليها في الانسولينكس بتاعتي. ده بيبقى كويس جدا مفيد في قياس البروتين انرجي من نوتريشن. بيسحب على جزئين منين؟ الجزء الاولاني بنتكلم عن الميديكال هيستوري، ده الهيستوري اوف ويت لوسز بس الشهور، الايتنج هابتس، الجي اي تي سيمتومز، الفيسيولوجيكال فانكشن اند ميتابوليك ستريس. الجزء الثاني اللي هي الفيزيكال اسسمنت، ازاي استخدم بقى اللي هي السبكوتينيوس فات وازاي بعملها واشوف المصل ماس حصل فيه المصل ماس ولا لا. ده جزئين رئيسيين من خلاله بعمل النقطه الثالثه بقى ان انا بشوف بحدد البيشنت ده هل هو ويل نارج اذا حصل من 6 ل 7 ولا كوليتنج بفورم بتاعه حالا. اذا خد من 3 ل 4 ل 5 معظم الكاتيجوريز عندي بيبقى مايل ولا مايل ولا لا. بالنسبة من واحد لاثنين إذا أخذ في معظم الكاتيجوريز عندي في ريتنج عندي من واحد لاثنين بيبقى سيفيرلي مالنرج. الريتنج بيكون قدام مين يوم في البيشنت نيم. أول جزء عندي اللي قلنا عليه الهيستوري بيتضمن أصلا حاجات رئيسيين اللي هو أول حاجة الويت تشينجز، الثانية الفود انتيك، الثالثة الجي أر بي سيمتومز. الجزء الثاني اللي هو الفيزيكال اكزامينيشن عشان أعمل اللي هي أشوف السبكتونيوس فات والمصل ماس. خلال واحد واثنين الهيستوري والفيزيكال اكزامينيشن بعمل اوفر اول سبجكتيف كلينيكال اسسمنت وبحدد بقى هو نورمال ولا مايل مودريت ولا سيفيرلي مالنورمال. رابع حاجه اللي هي نوتريشن فوكس فيزيكال اكزامينيشن. لما توصل على فكره الموضوع سهل جدا مش شيء سهل انك تكون في شيء بارزس. شيء سهل جدا وبسيط هو صحيح له عيوب لكن يساعدك. هنحطه مع اللاب بتاعك مع الهيستوري بتاعك هيساعدك. ايه هي النيوتريشن فوكس فيزيكال اكزامينيشن؟ ده بيشمل بقى الاورال هيلث، شوف هل هو عنده سنان ولا لا، برضو عشان اقدر ان انا اقيل له طبيعه الوجبه ذات نفسها والروت بتاع النيوتريشن اللي هياخده ازاي. الجنرال فيزيكال ابييرنس دي بيعملها الطبيب. المصل اند سبكتينيوس فات ويستنج اند افكت. الكيليان هيستري ده بيشمل بقى الميديكيشن والسبلمنتيشن هيستري. ممكن هو اصلا بياخد دراجز من نفسه فتره طويله، ممكن بيعتمد ان هو بياخد اعشاب سبلمنتس، ممكن حد وصف له وصفه كده بياخدها، برضه لازم اعرف الحاجات اللي بياخدها دي ايه. السوشيال هيستري، الميديكال هيلث، ميديكال هيلث هيستري، والبيرسونال داتا بتاع الميديكيشن. ممكن مثلا اعتقد كده بس من هنا بالنسبه للميديكيشنز حضراتكم دايما بيقابلنا مرضى كتير جدا في درينج المنصب اللي انا بمر على المرضى ده وشوف تحاليلهم بيشنت هم هايبر كليميك. بنلاقي كتير جدا من المرضى بريد دياليسيس بوتاسيوم 7 ونقعد نهتم بالاكل بالاكل بالاكل. فنصيحتي لكم كل ما تيجوا تعملوا راوند مع المرضى اللي هو على اللابس خلي المرضى يجيب الدواء بتاعه. كتير جدا بنلاقي اطباء الفطنه خصوصا المرض كده دياليسيس تعب راح الدكتور اللي جنب اللي في المنطقه اللي حواليه كتب له لاكتوب سبون لاكتوب بلاش كده كتب له لازم لاكتوب. في مراحل كتير جدا بنلاحظ ان المريض ياخد ادويه يحطها عنده ويحطها في البيت بدون علم الطبيب بتاعه. ما خدش جاهز كتير جدا. بص تلاقي العيان عنده اساسات مشكله كبيره جدا، نقعد نلف حوالين نفسنا وتاخد طول هات الاجابات في البيت، تبص تلاقي العيان واخد علاج عامل مشكله كبيره جدا. فالنصيحه لكم ديورنج الراوند بصوا على الميديكيشنز بتاعت المرض. هي بتفيدني اكتر ان انا اشوف الانتراكشن ما بين الدراجز ما بين الكلاب بتاعها دي. ممكن يكون في حاجه ممكن تضاد انه عمل حاجه ممكن الدواء ما بستفادش منه والحاله الصحيه زي ما هي، يبقى انا اعرف ممكن الاكل بتاعه اللي بياخدوه اربع عناصر ده ما بين الانتراكشن ما
ما بين وما بين الجانب الدراسي. كده احنا خلاص الاسسمنت بالخمس خطوات بتوعنا. هنبدا في ستيب 2 اللي هو نوتريشن ديجنوزيس. ازاي نعمل نوتريشن ديجنوزيس؟ اللي هي بس هو يعني الثلاث اجزاء الرئيسيه. اول حاجه اللي هي البروبلمز دي بتبقى الاكشوال نوتريشن ديجنوزيس. بتشمل عندي ثلاث حاجات. الانتيك بشوف هل هو اخذ حقه بزياده ولا الحاجه اللي هي المفروض هو يخدها، يعني من الهيستوري بتاعه بحدد هل هو خد حاجات زياده ولا الحاجات المناسبه له، وببدا اقارنها بالريكويرمنت بتاعتي. الكلينيكال عندي ميديكال اند اور فيزيكال كونديشنز ذات ار اوتسايد نورمال. ايه البيهيفير انفيرمنتال؟ طبعا النولج بتاعتي، الاتيتيودز، الفيلز بتاعه، الفيزيكال انفيرمنت اكسس، الطريقه دخول الاكل بتاعته، وهل هو بيحفظ الاكل بتاعه في السيفتي والمعدات الامان بتاعته. بس في موضوع البيليفز، يعني عندنا في البيليفز طبعا هو في نقطه في ديفكت في السيستم داتا بسيط منهم. احنا جزء من السيستم. البيليفز اللي عنده مرض الكلى ان هو ده كل ما اتضرب هو ده اكيد وحده الغسيل شايف ازازه الميه فيه. مظبوط مش مظبوط؟ مفيش شايف ازازه الميه هو داخل. الحاجه الثانيه تبص تلاقيهم بيدفعوا فلوس مع بعض ويجيبوا اكل فيهم مع بعض. هو الواحد. الحقيقه البيليفز ديت زي ما الدكتور حسين قال لازم نقعد مع المرضى ونشرح لهم القصه بتمشي ازاي. يعني لو المريض في الاخر عاوز مصلحته، كل المريض ما هيكون احسن تديله نصيحه في مصلحته كل ما هيقرب منك اكتر. المشكله فين بقى؟ المشكله ان احنا جزء من المنظومه واحنا ما بنتكلمش مع المرضى وما بنتكلمش مع المرضى. موافق ولا مش موافق؟ موافقين. احنا ما بنتكلمش مع المرضى. قليل جدا. احنا عددنا قليل. ومشغولياتنا كتير، لكن برضو احنا التارجت بتاعنا في الاخر. التارجت بتاعنا في الاخر مين؟ هو المريض. فلازم نقعد مع المريض ونعمل له اديوكيشن. البليفز المرضى بتوع الدياليسز الموجودين عندنا عندهم بليفز في منتهى الغرابه. لو قعدت معاهم اسم لو قعدت وسمعت هتستغرب. عندهم بليفز خطيره. البليفز اللي بنشوفها بعينينا ان هم طول كل واحد فيهم داخل ماده الغسيل معاه ازازه ميه وحاطه فوق المكان مباشره. الايكولوجي بقى الكوز اوف ذا ديجنوزيس او اور كونتريبيوتنج فاكتورز ساين سيمبتومز دي الاوبجيكتيف او السبجيكتيف داتا يوز ديتيرماين ويذر ذا ريزيدنت يعني المعترض اللي عنده بالنسبه ايه نيوتريشن ديجنوزيس سبيسيفايد. يبقى انا دلوقتي الخطوات بتاعتي عملت نيوتريشن ديجنوزيس. ايه الفرق ما بين نيوتريشن ديجنوزيس والميديكال ديجنوزيس؟ ده هيتضح لنا كده. مثلا الميديكال ديجنوزيس اوبيزيتي بالنسبه للطبيب بيحددها على اساس انا جيت شخصت العيان ده وعملت الميجرز اللي الدكتور كان بيقول وجبنا الكوتينيا سباك وجبنا الشارت وقلت العيان ده بس. بس الميجرز الناس لما تيجي تبص عليها ان هي يعني تبص عليها بوجهه نظر في منظومه مختلفه. انا مريت عليها في الاسسمنت بشوف الباك هيستوري بتاعها بشوف اللاب تيست بتاعتها فيها ايه الانثروبيمتريكس البي ام اي من خلاله بقدر ان انا احدد هي فعلا الهيستوري بتاعي. طبعا ممكن بتاكل ريستورانت ايتنج كتير اللي هي وجبات الفاست فود والحاجات البلانيات بالفات الكلام ده كله بتبقى العوامل اللي ادت لحدوث الايه؟ الاوبيزيتي. زي برضه الدايابيتس اتحددت بالنسبه للطبيب ان هي دايابيتس. انا من التحديد بتاعي ان ممكن يكون اخذ حاجات فيها كربوهيدرات عاليه جدا على مدى طويل وبيبقى داخل فيها برضه جزء الايه؟ وان هو مثلا على فترات طويله بيبقى طبعا هاي ضغط الشغل بتاعه عالي على فترات طويله برضه من الهيستوري بتاعه بقدر ان انا احدد هل هو المسبب الاساسي لحضرتك اللي سبب في جنون الدايابيتس. يبقى انا دلوقتي خدت الاسسمنت والدايجنوز. ثالث حاجه عندي اللي هي الانترفنشن. الانترفنشن ده بعمل انكرج البيشنت تو ايت عشان يقدر ان هو ياخد حاجات تبع الاحتياجات بتاعته هل هو اخدها ولا لا. ممكن اوزع له الوجبات بتاعته على سمول ميل او ميل كامله تبع ظروف العمل بتاعه. هل هو محتاج هاي بروتين فودز في البدايه ولا لا وبصوره سريعه؟ الكالوريز برضه هديله وجبات عاليه في الطاقه. ممكن احط في الاعتبار ان انا ممكن ازود له في النيوتريشن سبلمنتس يعني انا بينا مكمل غذائي هو مش قادر ياخد الدايت بتاعته في اي شكل
اهم الدور بتاعي في الفيجن بتاعه. ممكن بيشمل جزئين رئيسيين، اول واحد منهم اللي هي الفيجن بريسكربشن او البلاننج. البلاننج ده بيشمل ان انا بحط العنوان الرئيسيه اللي انا همشي عليها، خلاص ما عملت اسسمنت وعملت دياجنوزس، بحط العنوان اللي همشي عليها، اشوف الانرجي بتاعته وبرضه الحاجات انهي الايه المناسب بالنسبه لي، والنترينتس اللي ركز عليها، هل بوتاسيوم فوسفورس، حالات الرينال بوتاسيوم فوسفورس كالسيوم. ثالث حاجه اروح فيدريشن، هل هو هديله حاجات انترال ولا بارينترال، اعتمد على الاورال فيدنج ولا اتيوب فيدنج بانواع مختلفه. الفيزيكال اكتيفيتي ومعدل النشاط بتاعه، ممكن هل يقدر يقوم بنشاط ولا لا، ومعدل النشاط وهبدا ان انا اعدل له تبع الفيزيكال اكتيفيتي. كان بيقوم بنشاط كبير بديله كالوريز اعلى واحتياجاته بتزيد عندي، خصوصا لو هو اصلا وزنه قليل ببدا اطلع له الوزن بتاعه واحده واحده، ما بطلعش نقطه واحده للايديا. كذلك لو هو اوبيز برضه ما بنزلش بالكالوريز بتاعته، ان هو واحده بنزل ستيبس واحده 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 معاه لغايه ما اوصل اللي انا عايزاه. الاديوكيشن نيدز برضه طريقه من ثقافه المجتمع للبيشنت او المستوى التعليمي بتاعه، بقدر ان انا اشوف ازاي هوصل له موضوع التسليط الغذائي. يبقى انا بحدد همشي على ايه بالظبط، الاكسس تو فود، طريقه المفروض الاكل بتاعته، والمصادر اللي ممكن توفر له. ما ينفعش واحد يكون قاعد في ريف واقول له لا هات حاجات كريمر مش عارف ايه واكلمه بحاجات ممكن تكون متوفره في المدينه اكتر، لا اتكلم على طبيعه المكان اللي عايش فيه والسورس اللي يقدر يجيب يوفر الفودز بتاعه. دي اتس نوت دايت اوردر، مش دايت اوردر، لا ده بلان انا بحطه عشان هبدا اخطط واديله الدايت بتاعه. على فكره اللي عايز يقوله دلوقتي ده كلته هو توبك ايه؟ احنا خدنا البيز والكالكوليشنز ونعمل كل حاجه ازاي، بعد البريك ازاي تحط بلان بقى، بلان اللي هو البراكتيكال والبراكتس والابلايد اللي بتعمله في بلد عندك. ده برضه بيفسر موضوع البلان الفود اند ترينج ديليفري، هل هياخد الميدس في سناكس كبيره وجبات، هياخدها كامل ولا فارد فيدنج سبلمنتيشن ممكن اديها له ولا لا، ودي كلها حاجات انديفيدواليز بيشنت بيشنت تختلف عندي من فرد لفرد تبع ايه الحاله اللي بتمني واحتياجاتي. النيوتريشن ادكيشن طريقه التصنيف الغذائي نفسها والسكيلز اللي انا هستخدمها مع البيشنت ده بيتوقف برضو على النولج بتاع البيشنت، وازاي اعمل موديفيكيشن اوف فود تشويس، ازاي ان انا اعدل من نمط او سلوكيات في اختيار الاطعمه المختلفه. النيوتريشن كونسيلنج دون ده بيبقى بيبقى فيه يعني بعمل موديفيكيشن اوف لايف ستايل او البيهيفيرز بتاعت تشينجز. الكوردينيشن اوف نيوتريشن كير طبعا في بعض المؤسسات بتقدم وجبات غذائيه، وممكن هل هتوفرها له بطريقه كيس ولا لا، ويبقى في تعاون ممكن ان احنا نوفر له الموضوع ده عن طريق التعاون ما بيننا وما بين الشركات او المؤسسات، ان هي تقدر توفر ده بين عناصر والاحتياجات اللي بيحتاجها البيشنت. يبقى انا كده خلصت ثالث خطوه عندي اللي هي الانترفنشن. الخطوه الاخيره المونيتورنج والايفالويشن. دي بعمل استيميت الباد انرجي نيدز، استيميت الفاتو البروتين والكربوهيدرات، الاستيميت الفايبر نيدز، استيميت الفيتامين اند المينرالز نيدز، وتبع الار دي اي ريكومندد بودي ويت، البي ام اي والجروس بالنسبه للبيدياتريكس. انا كده مريت بالخمس خطوات بتاع النيوتريشن كير الاسسمنت، هي دي الخمس خطوات بتوعنا اللي احنا ماشيين عليهم، من ضمنهم اللي هي الاكتروميتريكس والتستس والدايت هيستوري والكيميان هيستوري، بيديها الدايجنوزس نيوتريشن دايجنوزس، الثالث حاجه اللي هي نيوتريشن انترفنشن، الرابعه اللي هي نيوتريشن مونيتورنج اند ايفالويشن. وصل سهل يا جماعه، كده اصعب حاجه ممكن حضرتك تتعرض لها في الفروش. أصعب حاجة. نعم. كويس أكتر من السؤال نعم. السؤال. نعم. كويس أكتر. هنقول بقى خلاص الأسئلة الأول فاكرينها ولا نسينا؟ حد فيكم حضر الأسئلة الأولية؟ اللي حضر بقى هو اللي هيكون هيجاوب. الأسئلة. النيوتريشنال مونيتورنج ستارتد إن سكة دي كام؟ واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة؟ ثلاثة. ثلاثة. أوكي. frequency of screening for under patient and CKD patient for inpatient. Very good. عشان الانسنس او بروتين انرجي مال نوتريشن في السي كي دي بيشنت وتجيبوا ده ماشي تروح تحطوا جمال.
الاف اكشوال البودي ويت بتاع اللي هو اكتر من 30% من ايدي بودي ويت بنستعمل ايه؟ الادجست البودي ويت. الكلينيكال سيجنفيكانت ويت لوس بيكون 5% او اكتر وزن 1 مانس ولا وزن 3 مانس ولا 7.5 وزن 1 مانس ولا تمبرسيف عشان نعرف ايه. ازاي نشرب العيان ازاي ناكله ازاي نصحه ازاي نصحه ايه طيب بس